للنشرة. قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل محمد جميل والمنصور إن هناك توجهان في موريتانيا، أحدهما متشبث بالديمقراطية والتناوب السلمي على السلطة، وثانيهما يعمل من أجل استمرار الواقع وتكريسه ورعاية الفساد في مختلف مرافق ومؤسسات الدولة وتهديد كل من يريد الإصلاح. احنا في تصورنا البلد يمر مرحلة فيه وجهتي نظر، فيه صفان، توجهان، توجه مشبث بالديمقراطية ومشبث بضمانات التداول السلمي على السلطة ومشبث للدعوة لإصلاح في بلد ينخر فيه الفساد وينتشر فيه الغلاء وتهيمن فيه المحسوبية. هذا توجه وفيه جملة من القوى الوطنية والديمقراطية على اختلاف توجهاتها الفكرية وتوجهاتها الإيديولوجية وتوجهاتها في المواقف ومشاريع المجتمع. والطرف الثاني نظام وحلفاءه والناس اللي معاه اللي يشتغلوا من أجل تكريس الواقع واستمراره ورعاية الفساد في مختلف مؤسسات ومرافق الدولة وتهديد كل من يريد إصلاحا أو وئاما وطنيا أو ديمقراطية حقيقية. وأضاف المنصور خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن حزب تواصل مقتنع بأن خطاب الرئيس الموريتاني الأخير بمدينة نعماء تضمن جملة من الإساءات، قال إنها وزعت بعدالة على عدد من الأطراف، مضيفا أن الوضع القائم يتسم بجملة من الأزمات المتعددة. نحن من الناس اللي مقتنعة عن الخطاب اللي القى رئيس الدولة في النعمة أنه تضمن جملة من الإساءات، أساء إلى شريعة الحراطين، أساء إلى النساء، أساء إلى المعارضة الوطنية الديمقراطية. أعتقد أن الإساءات وزعت بقدر من العدل، ونحن نتحرج من نسبة العدل إلى القوم، لكنه في هذه النقطة كان هناك عدل في توزيع الإساءات على مختلف هذه الأطراف. الوضع القائم في البلد وهو الأهم ولا نريد ولا نقبل تغطية عليه ببعض التصريحات هنا وهناك وببعض التلميحات هنا وهناك تميزه أزمات متعددة الجوانب. هذه قراءتنا في الحزب لأوضاع البلد. هناك أزمة اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة،